بسم الله الرحمن الرحيم. يا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا ما كانوا يعملون وما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadir.